We are Mayas. أبدعت فرقة مياس اللبنانية بعرضها الأخير من نهائيات أمريكاس جوت تالنت، حيث خطفت أنفاس الجمهور ولجنة التحكيم. وقدمت الفرقة اللبنانية عرضاً خيالياً باللون الأبيض، واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تحاول إيصال رسالة مليئة بالأمل والفرح للشعب العربي عامة واللبناني خصوصاً. هذا العرض كغيره من العروض حصل على تعليقات إيجابية من لجنة التحكيم، كما كان ظاهراً على وجوههم عند انتهاء اللوحة الفنية التي قدمتها الفرقة. وعلى أثر العرض الذي قدمته الفرقة، تصدر وسم مياس بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا وتحديداً تويتر، حيث تفاعلوا مع الأداء مثنين على جماله والإبداع الذي يحاول رئيس الفرقة نديم شرفان توصيله إلى جانب مساعدات الفتيات. الجدير بالذكر أن الشعب العربي واللبناني ينتظر بفارغ الصبر النتيجة النهائية لبرنامج المسابقات أمريكاز جوت تالنت، متمنين أن تحصد فرقة مياس اللبنانية اللقب. يذكر أنه منذ فترة انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لأداء الفرقة المميز ومقتطفات من تصريحاتهم عن الصعوبات التي صادفتهم في لبنان كراقصات وتمسكهن بحلمهن حتى النهاية. فأنتم ما رأيكم بأداء فرقة مياس اللبنانية؟